بقلعوا من حياتي بطلعوا بعد عنه بعد عنه خلص بتجاهلهم طنشهم عادي افضل انه بعيد عنهم حتى ما ناذي نفسنا تطيش بعيد عنه بطلعهم من حياتي دفعه واحده كيف بتتعامل مع الانسان اللي بيستنزف طاقتك هلا اي شخص بيكون سلبي انا ببعد عنه واللي بيكون إيجابي يعني بيعطيني الطاقة الإيجابية بقرب منه أنا هدول يعني ما فيك تحاولي تغيريهم قد ما حاولت تغيريهم خلص هذا بضل طبع فيهم هن يعني تحاولي إنه تتجاهلي تحاولي تغيري الطبع تتباعدي ما بتقدري فأحسن حل هو إنه تبعدي عنهم على الآخر تطلعي كانوا أهلك اطلعي كان زوجك اطلعي كله اطلعي ما عندي حل غير هيك هلأ إذا شخص سمي بالنسبة لإلي أكيد ماني مضطرة إني أتحمله مثل ما قالت إنه عن جد كل واحد فيه شيء بكفي يعني أكثر من إنه يتحمل لسه ضغوطات الناس وبعدين هو رح يستنزف يعني شوية الجهد اللي بقيانين فيك فوق كل طاقة النهار لسه ياخدهم فلا يعني أبدا ما أنا مضطرين لهيك أشخاص خفف اتصالات حظر كل شيء بطل شوفهم نهائي يعني حتى لو هو قدامي يعني بحسس إنه هو أبدا مو موجود عادي بشكل طبيعي يعني بس انه شو انزعج منه وخلص اقطع له كرت اول شيء ممكن انه سايرهم شوي بعدين اذا صار الموقف تكرر اكثر من مره فبحاول اني بعد بطريقه تكتيكيه بدون ما احسس الطرف الاخر اني انا عم بعد اصلا او انا متضايقه منك اصلا يعني يعني هيك بتخلي سلام يعني بيناتنا حد يعني شو بدي لك يا انه حد خفيف يعني بس سلام بشوفه بالطريق بسلم عليه بس حسب العلاقه حسب الشخص حسب إذا كان قريب أو بعيد في أشخاص منضطر نتواجد معهم ببعض الأماكن فهدول ممكن نخفف معهم في أشخاص ممكن نقطعهم بيكونوا بعاد يعني فأهم شيء الإنسان يعني راحته النفسية الأشخاص اللي كتير سلبيين اللي هنا إنه أنت خلص دول الأشخاص بس أنت شفتيهم بيعطوك كتير طاقة سلبية لا أنا بقطع علاقتي فيهم بصير بتجاهلهم يعني مثلا ما بشوف مشجعتهم طنشهم هيك بشيلهم من حياتي لانه انا حدا كثير ايجابي ما بحب الاشخاص السلبيين يكونوا بحياتي او بحاول خليهم يصيروا مثلي ايجابيين بعطيه فرصه اول مره ثاني مره بعدين لا خلص يعني هذا الشخص عم يستفزني عم يعطيني طاقه سلبيه الي عم يحطمني معنوياتي ما بدي يعني بتحسي انه في طاقه سلبيه انه بيجذبوا لك الطاقه السلبيه انه ما عاد بتفكري بطريقه ايجابيه ايه بتوقفي مثلا انه تفكري بدك شيء جديد مثلا لحتى تنمي انت قدراتك او تحلمي زياده هن بيوقفوا لك هذا الحلم تمام سلبيين يعني ما بيفكروا لقدام او بيضلوا بمكانهم يعني هلا ممكن لانه كل انسان فيه شيء بكفيه يعني فما في داعي انه هو يكون اساسا انسان سلبي يعني ياخذ الطاقه من البني ادم فخلص يعني انسان يتعامل مع الكل على اساس انه هو يعني حتى لو انه مزعوج او شيء ما في داعي تبين هالانزعاج لك احتفظي لحالك